توعوية لمكافحة الأمراض المقتولة جنسيا وذات السيدة التي تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون والاستخدام مع وزارة الصحة وبدعم الصندوق العالمي لمحاربة السيدة السلب وداء الملاريا. تنظم وزارة الشباب والرياضة هذه الحملة بدار الشباب بن قرير واللي اطر فريق عمل تابع للوزارة. هذا البرنامج كيشمل مجموعة ديال الفقرات، مجموعة ديال المواضيع اللي كتصب كلها اتجاه واحد هو ألا هو إشاعة ثقافة التوعية والتحسيس أخطار هذه الأمراض بين الساكنة على المستوى الوطني وبدار الشباب مدينة بن قرير على الصعيد الخاص. في الإطار هذا فهذه الحملة لها أهداف، أهداف محددة في الزمان وفي المكان. بين هذه الأهداف أولا هو خلق واحد التواصل مستمر بين القطاع وبين مؤسسات دور الشباب والشباب الذين يرتادون هذه المؤسسات، خلق هذا التواصل المستمر من أجل ترسيخ هذه الثقافة التوعوية ضد هذا المرض الذي أصبح ينخر عباد أو كيان المجتمع العالمي كيفما كانت المساواة الاقتصادية الاجتماعية. المهم اليوم هذا كيجب الوطنية تأسيس وجندات الإدارة، جندات الإدارة هي فعالية النشيطة المؤسسة برنامج حافل، وانتم عشتوا معنا بعض الفقرات منه، زائد بالإضافة البرنامج اللي جابها الوزارة وصلها الوزارة كتشرف عليه لجنة وطنية من الموضوع ديالها في المجال. مشاركة السيد النائب بالمناسبة كنشكر جميع الفعاليات اللي ساندت المغرب في نجاح هذا اليوم هذا وهذه الرسالة اللي حققت تمثيلة قوية الشباب والرياضه هي كذلك دورها من خارطه في هذا المجال هذا، وحاولت لنا باش نديروا هذه العمليه هذه اللي يشرفوا عليها بعد مجموعه من المتطوعين من مختلف اقاليم المملكه. والهدف منها الوحيد هو ان هذا يعني الوقايه افضل من العلاج، وهذه الالي اكثر من صبر كاد يعني استغنينا دور الشباب نظرا للاهميه وعدد كبير ديال الشباب اللي رواد ديال دور الشباب تشكل دور الشباب، يعني استغلينا هذه الفرصه باش يوقع التحسيس ديالهم في العمليه هذه. الحمد لله العمليه دازت في مدينه قرعه سرغنا وحاليا في مدينه بن قرير، واللي لقات واحد الاقبال وواحد النجاح كبير وواحد كذلك واحد يعني تجاوب مع الشباب ديال المنطقه، وهذا الشيء تيبشر بالخير. حاولنا البرمجه ديال المثقف النظير باش ندربوا الدور ديال المثقف النظير والدور اللي خصو يقوم به، حاولنا باش ندربوا التجربه ديال النادي ديال بن قرير والعمل ديالو اللي تيقوم به، وحاولنا نديرو معاه اضافات جديده وطرق عمل جديده باش يحاول يوصل المسيره ديالو في المستقبل ان شاء الله. بالنسبة للورشة ديالنا اللي تكلفنا بها حنا كأطر ديال وزارة الشباب والرياضة، كيف هي التلقين طرق تبليغ للشباب عن طريق الأندية كحماية لمحاربة السيدة. بالنسبة للورشة ديالنا أولا ندينا بتعارف يعني بيناتنا وبين الشباب، ثانيا حاولنا نعطيوهم أسئلة على شكل جماعات مصغرة، وهاد الشباب هما اللي حاولوا يعني صحيح أو خطأ. من بعد فتحنا حوار يعني بين هؤلاء الشباب وخليناهم هما يعني يحاولوا يتعلموا كيفاش هما يأطروا أندية وكيفاش هما يكونوا يعني مسؤولين على هاد الأندية داخل دور الشباب، يعني كيفاش يبلغوا خطورة هاد المرض داخل الأندية أو سواء داخل الأسر ديالهم أو يعني بالنسبة للأصدقاء ديالهم أو في الثانوية. ومن بعد خداو المبادرة أنهم حاولوا كل واحد كيفاش الطريقة كيفاش غادي يبلغ هاد الميساج، يعني كل واحد كيفاش شافها.
غير حكي وماكل التنفاسي حتى اسخن واخا كسخن اوي زايدين عندي هادي العواد بزاف واحد فرامي شدي البارح باقي خاوي عاش غدير انا غادي نمشي نجيب واحد جوج زوار عندي واش تبغي واش تاش غادي واش تيجي مع السيدة شنيا تيجي مع السيدة عندي مشي مراتي كاين الدم عندي احنا قدمنا سكيتش الهدف منه هو باش توصل واحد الرسالة ديال السيدة تاع السيدة وبالضبط درناها في الحمام لان حيت شي حوايج كيوقعو في الحمام مكيشوفو حيت شي حوايج كيوقعو في الحمام مكيتشافوش وحنا درناهم باش يشوفوه بنادم على حساب داكشي اللي كيباع غادي يشوفو رسالتنا الشباب الى كانوا تيعرفوا ان هذا الداء ديال السيدة انه مرض خطير وداكشي فانهم ياخذوا الاحتياط ديالهم واللي ما تيعرفش يسول وراه ماشي غير احنا كنا كنحتاصروا على شي داكشي حنا حاولنا نهربوا زعما الموضوع ديال الماكينه وداكشي لهذا توصلوا الشباب بزاف لان كاين على قله الماديه داكشي على 10 ريال كيبيع عمره كامل هو اكبر الدين الحب وقلت ليه والمشكلة انا المشكلة في الخاطر فين كاين الخطر فين كاين هي العلاقة الجنسية غير محمية ايه هادي هادي اللي كتسمع هاد الفاسد بزاف وما فهمهاش هي كثر الفاسد يا بسم عليا من ميلودا انا غنشلك حقيقيه ريحه ديال عمرو انا وصلت ليا اه ولا شاف